فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي اتعادل مع فريق منية النصر بنتيجة 1-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم باستاد الإسماعيلية، استعداد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا يوم السبت اللي جاي على ملعب المقاولين العرب. وفريق الزمالك فاز على فريق الشمس بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم على ملعب النادي، وده برضو في إطار الاستعداد للقاء سموحة في المنافسة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. نتحول للكرة العالمية، وفريق روما الإيطالي اللي خسر من فريق هالاس فيرونا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب فيرونا في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي. روما بيحتل حاليا المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، وفيرونا عنده 12 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي. أما بقى فريق أتلانتا فاز على فريق نابولي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب سان باولو في إطار مباريات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإيطالي، وبيحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة. لكن هنلاقي في نفس الوقت أن فريق أتلانتا صعد للمركز الثاني وصعد كمان لوصافة ترتيب الكالتشو برصيد 22 نقطة. فريق مانشستر يونايتد تعادل مع فريق تشيلسي بنتيجة 1-1، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. فريق تشيلسي كان موجود في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ورصيده 18 نقطة، أما فريق مانشستر يونايتد جاء في المركز الـ13 وبرصيد 12 نقطة. وفريق توتنهام فاز على فريق استون فيلا بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم باستاد توتنهام هاتسبير ضمن منافسات الجولة الـ10 من مسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي. بيحتل فريق توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ورصيده 16 نقطة، أما استون فيلا بيجي في المركز الخامس وبرصيد 18 نقطة. فريق برشلونة الإسباني فاز على فريق إسبانيول بنتيجة 3-1 على ملعب لويس كامبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثانية أو الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، وبيتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا خلال الموسم الحالي برصيد 33 نقطة، لكن فريق إسبانيول موجود في المركز الـ17 وبرصيد 10 نقاط. وفريق اتلتيكو مدريد فاز على لاس بالماس بنتيجة 2-0 على ملعب سباتس متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإسباني، وبيحتل اتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم ده ورصيده 23 نقطة، لكن لاس بالماس بيجي في المركز الـ18 ورصيده 9 نقاط. زي ما اتكلمنا كده في نشرتنا الرياضية ان كان في امبارح مباريات قوية في الدوريات العالمية، زي ما اتكلمنا عن مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي الانجليزي واللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وتوتنهام هاتسبير اللي فاز على استون فيلا بنتيجة 4-1 في الدوري الانجليزي. وفي الدوري الاسباني كمان احنا شفنا ان برشلونة عزز صدارته للدوري بعد الفوز على اسبانيول بنتيجة 3-1. كل التفاصيل هنعرفها في الزوم، موجود معانا على زوم الناقد الرياضي علي معالي. صباح الخير، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فازم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. لما نيجي نتكلم في البدايه كده عن مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي، ايه اللي حصل امبارح في المباراه؟ هي مباراه طبعا كان عصيبه جدا، ده اول مباراه في تحت قياده مدرب جديد للمان سيتي، وبالتالي كانت مهمة صعبة جدا عليه. تشيلسي طبعا كان يهم الفوز واليونايتد يهم الفوز، على اعتبار ان كان نقلة، يعني تشيلسي لو فاز كان هياخد مركز ثالث، هيصعد لمركز ثالث. لكن المباراة كان فعلا من البداية للنهاية كان قوية مثيرة، ودي عادة الدوري الانجليزي صراحة من خلال السنوات الطويلة اللي عصرناها وتابعناه، من اقوى الدوريات واحسن متعة كروية تشوفها في العالم، اي حد يتابعها يتمنى كل يوم يشوف الدوري الانجليزي. تشيلسي طبعا فقد نقطتين غاليتين جدا، اليونايتد لحد ما ما زال يعاني كثيرا جدا، يعني اليونايتد ما زال يترنح، ما زال يحتاج الى طفره اخرى لكي يعود الى ما كان عليه، بخلاف الوضع الحالي رغم التغييرات رغم اللي بيحصل فيه، لكن ما زال المان يونايتد يعاني كثيرا هذا الموسم. المشكله فين؟ فان ستروي مش عارف يسوق الموقف ولا المشكله فين؟ لا، فان نيستلروي اول مباراه يقودها، وبالتالي الوضع صعب عليه لسه، الفرقه من فتره طويله وهي تعاني،
فريق يعني برضو الى حد ما ترتيبه في الدوري بعيد، التنسيق اللي بين مثلا المان يونايتد بليفربول ما فيش مقارنه بين الاثنين. لما تقارني المان يونايتد بنوتنغهام اللي هو احد الفرق اللي داخله بقوه جدا مركز ثالث حاليا، واستفاد نوتنغهام من طبعا من تعادل تشيلسي، من خساره ارسنال، من خساره استون فيلا، كل الامور دي ساعدت نوتنغهام. لكن ما زال اليونايتد يحتاج الى الكثير، خاصه لترابط الفريق، لوجود تناسق بين الوسط والهجوم، دي مفقوده حاليا في المان يونايتد. طيب لو جينا بصينا بقى على سبورتنج لشبونه، انت شايف ان مين الانسب لقياده اللي بيحصل في الفتره دي؟ يعني احنا شايفين المان يونايتد، احنا مش شايفين الاداء احسن حاجه، وان كانت لسه اول مباراه فمش عارفين نشوف. انت شايف مين الافضل في قياده المرحله دي؟ اعتقد مان يونايتد هو يعني في الفتره دي يحتاج الى مدرب قديم خبير يستطيع ان يعيد الفريق الى توازنه مره اخرى. دي محتاجه فتره. طبعا الدوري الانجليزي التوالي الاسابيع فيه عمليه صعبه جدا على كل المدربين، على كل اللاعبين، وبالتالي المان يونايتد مستر روي قد يكون مرحله، ومرحله مستر روي لاعب له تاريخ وله ارضيه في الدوري الانجليزي وفي المان يونايتد، لكن يحتاج الى وقت ويحتاج الى مسانده ودعم جماهيري وتغيير في طريقه اللعب نفسها، وتغيير في الاداء داخل ارض الملعب. بعيد عن كده حضرتك، في يعني ملحوظه مهمه جدا بعيده عن الانجليزي والاسباني، انا شايف ان احنا عندنا لاعب مهم جدا استطاع انه يفرض نفسه، طبعا ده مش السؤال، لكن يفرض نفسه على الكره الاوروبيه حاليا، وهو الموهوب عمر مرموش في انتراخت فرانكفورت. هايل هايل وبصمته واضحة جدا، يعني التاتش بتاعه كان رهيب. يعني في ماتش بوخوم فازوا 7، سجل هدف، صنع هدفين، وتشاء الظروف يعني هاري كين بيلعب دلوقتي مع بايرن ميونخ، هاري متصدر الدوري، هاري كين كان بيصارع في الدوري الانجليزي مع محمد صلاح، تشاء الظروف ان لما ينتقل لبايرن ميونخ يصارع في الوقت الحالي مع عمر مرموش. يعني هاري كين 11 هدف، عمر مرموش 10 اهداف، رغم ان انتراخت فرانكفورت مركز ثالث، لكن استطاع عمر فعلا انه يقارع هاري كين. وممكن نلاقي في الانتقالات الشتويه ان عمر مرموش مع هاري كين في بايرن ميونخ، لكن انا اتمنى فعلا زي ما اتقال انه عمر مرموش ينتقل للدوري الانجليزي، لان ده دوري بيصنع مواهب وبيصنع فعلا نجوم زي ما صنع محمد صلاح، اللي فعلا طفره قد لا تتكرر في كره القدم العربيه، اللي استطاع انه من الماتش الاخير لما فازوا 2-1 استطاع انه يسجل هدف، اصبح ثامن لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي في ترتيب الاهداف، يعني بعد الان شيرر طبعا متصدر، لكن هو رقم 8 في ترتيب الدوري الانجليزي، ودي قد لا يكون تكون صعبه جدا على اي لاعب عربي يستطيع الدخول بهذا الرقم. محمد صلاح فرض نفسه على العالم، فرض نفسه على الدوري الانجليزي اللي صعب جدا اي لاعب ينخرط فيه، منح نفسه من اول الموسم جمله قالها، قال انا عايز استمتع بالدوري هذا الموسم مع ليفربول، كان في اشاره منه انه قد تكون هذا هو الموسم الاخير مع ليفربول، لكن ما يقدمه محمد صلاح اعتقد هيجي في اخر الموسم سيجبر ليفربول على التجديد معاه، لان محمد زي ما احنا عارفين عايز يجدد سنتين والليفر عايز سنه، فدي نقطه خلاف بين الاثنين. اعتقد ما يقدمه محمد صلاح حاليا سيجعل ليفربول وجماهيره مش هقول تخضع، لكن تقول لمحمد صلاح هنجدد لك سنتين بناء على العطاء المتميز اللي بيقدمه هذا الموسم. اكيد شفنا كمان امبارح توتنهام اللي فاز على استون فيلا برباعيه، يعني نتيجه كبيره وثقيله. توتنهام فريق كبير لكن في بعض العصارات بيقع، يعني استون فيلا تقدم في الاول 1-0، وبعدين بعد كده توتنهام 4 اهداف متتاليه، دي جعلته يعود مره اخرى للاجواء للمنافسه، لان برضه توتنهام ترتيبه في الدوري الانجليزي الى حد ما بعيد في الوقت الحالي، يعني توتنهام مركز 7 16 نقطه، استون فيلا يتقدموا بنقطتين في المركز السادس، وبالتالي الجولات اللي جايه حلها في كل جوله، ودي ميزه الدوري الانجليزي انت في كل جوله بنلاقي احداث، بنلاقي ارقام قياسيه، بنلاقي متعه. يعني انا لسه بتكلم للزملاء في المكتب الرياضي في جريده الاتحاد دلوقتي على جزئيه بسيطه، ان لو فريق من حاره في استون فيلا هتلاعب فريق من حاره في نيوكاسل،
هتلاقي الجماهير في المباراه والمتابعه على اعلى مستوى، ودي ميزه في الدوري الانجليزي ان احنا بنشوف متعه جماهيريه، بنشوف متعه في ارض الملعب. وبالتالي انا بتوقع السنه دي الدوري الانجليزي في ظل طبعا صداره ليفربول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ده هيخلي الدوري يشتعل. خساره مانشستر الاخيره دي السيتي الاخيره طبعا جعلت الليفر يتصدر بنقطتين، هتخلي الدوري يشتعل مبكرا، واحنا كجماهير ومتابعين ونقاد ورياضيين نستمتع بالدوري الانجليزي كالمعتاد. أكيد الناقد الرياضي علي معالي، عملنا مع بعض جولة كده في الدوري الإنجليزي، شكرا جزيلا ليك. وبكده مشاهدينا نكون خلصنا فقرتنا الرياضية، خلينا نرجع لشاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، اتفضل. شكرا ليك يا منى.